بس وين شوريا؟ مو بالغرفة. ليش قال لي أفرى إنه شوريا طلع على الغرفة لهون؟ ماما ماما حاسس حالي صرت أحسن. يلا نروح ماما. أنا ما عدتي فاضية هلأ أمي، وبدي أكل حلاوة ورز بحليب من دلهي القديمة. اخي المقابلات خلصت وانا لو سمحت واختصرتهم هيك، وهدول هن ملفاته. رح نجيب عصير كمان. ايه ماشي. لو سمحت بسرعه شوي، ما بدنا نتاخر على الطلب. شو عم بيقولوا؟ الاكل عندهم طيب كثير بدون فائده. هيك بيعملوا ملفات التوظيف؟ هذا شو صار له؟ يلا بسرعة شوي. من الناس شوي. شوريا على القليلة اطلع فيهم. أنا عملت مقابلات العمل كله. يلا بسرعة بسرعة. فيكي أنا رفضت ستة من الأشخاص اللي رشحتهم، فهمت؟ أنت ضيعت لي وقتي على الفاضي هلأ. اشتغلت كتير على المقابلات، كيف؟ رفضتهم وبالزور حتى شفتهم. أحيانا نظرة واحدة بتكفي لتعرف الربحان والخسران. بس إذا ما بدك تعطيني صلاحية توظيف أصغر العمال، كيف بدك يعني اتخذ قرار بحياتي؟ وكمان خصوصا إذا كان القرار مهم. ما أنا ملاحظ إنك ما عم تعطيني فرصة بنوب لحتى أثبت حالي بالشغل. خلينا ما نضيع وقت بعضنا هلأ. روح اعمل لك شي شغلة تكون نافعة بحياتك. بس شوفوا لي الطاولة 15. اسمع. ايه شكرا. أنا منحتك إدارة هذا المشروع يا فيكي بس لأنه ما هيك طلبت مني. لهيك لو سمحت ما تعمل أي شيء، خليني عيد التفكير بالقرار تبعي. روح. ماشي. كتير تأخر الأكل، أنا كتير جعت. نهال احنا آسفين كتير، يلا ثواني بكون عندكم. فيكي رجاءا ما تطلب مني اني اتفهمك. طيب ليش انت ما عم تتفهمني يا اما اشتغل شغله تانية او كن دقيق بشغلك مع اخوك. ما بنبسط وقت بيحكي معك شوريا بأسوي. انا بحبه لشوريا وكتير كمان، اساسا هو ساعدني كتير، انقذني من واحد سيء مثل اجي، صح حكي؟ ورجاءا شو ما كان يلي عم يصير ما انه منطقي بالمره، وهذا رح يخرب كل شيء ومع الكل. نهال ما صار لك بتعرفي غير سنتين، وانا بعرفه أكثر منك وبكتير كمان. صح، نحن رح نتزوج عن قريب، وما بدي حدا إنه يحكي مع زوجي بهاي الطريقة السيئة ومن ما كان يكون، حتى لو كان صهري شوريا. أخوك الكبير أنت. الشغلة ما أنا شغلت شو عمل فيكي لحتى يعصبني. مشكلتي إنه فيكي لهلأ ما عمل أي شيء، عن جد إنه هو موظف سيء. لهيك لو سمحتي لا عاد تدافعي عنه. من الأول ما كان بدي فيكي يشتغل بالمشروع، بس القرار الأخير رح يكون لألي أنا. كررت هالكلام من قبل، وقت بيأثر على سمعتي ما بعطي اعتبار لحدا. نهال رح اثبت كفاءتي لشوريا هاي المرة، وشو ما حكى شوريا كان تشجيع لإلي أو إهانة، أنا رح اثبت إني قادر دير المشروع. نهال رجاء أنت لازم تتحملي هالشي لوقتها وكرمالي. خليك عم تعتبري أخي الكبير وابن حماكي كمان. مو موافقة على هالحكي بس مثل ما بدك. تكرم، رح حاول ضل رايقة هاي الفترة.
بس خلي ببالك شي، بالوقت اللي كانت فيه مهيك مختفية أكتر من سنة، هو قدر يتخلى عن كل الناس اللي حواليه وعن كل الأمور، وصار غريب كتير، وكمان ما كان قادر يضل مركز على شي، وكان مهمل. صح حكي؟ مين كان يدير أعماله وياخد قرارات؟ أنت طبعاً فيكي، أنت. مهيك عندي مكالمة ضرورية، منحكي بهذا الموضوع بعدين. شوريا، فيكي خبرني إنك مو منيحة أبداً وإنك رحت على البيت. وقت رجعت على البيت سألت عنك أفرا، وهو قال لي إنه أنت كنت بالغرفة جوا، بس وقت اللي أنا فتت على الغرفة ما شفتك فيها. وليش لحتى يقول لك فيكي هذا الحكي؟ قديش بيحب يوصل أخباري؟ إذا ضل عم يطول لسانه بهالشكل رح يضل فاشل ويضل بمكانه. إيه أنا رحت على البيت لأنه كان في عندي اجتماع ونسيت الملف هنيك، فرحت فوراً لحتى أجيبه. مالي عرفانة كيف متحمل حكيه معك وقدام الناس؟ أنا ما فيني أتحمل هالشي أبداً أبداً يا فيكي. مو بس أنا، ما في بنت بتكون مرتاحة لما بتشوف خطيبة عم ينهان هيك وقدام عيونها. أنا مثل أختي مهيك، تربيت على الحب وتعلمنا قيمة الإنسان، وأنا ما فيني عيش هيك حياة مثل ما أنك عايش أنت هلأ. تحياتي، انتظري يومين بس وانتبهي ما حدا يلاحظ وجودك، لأنه أنا خلصت شغلة الوراق اللازمة لحتى وظفك وبدلك بفيكي بالمطعم هون. حضري حالك لتصيري معي بالمطعم. ناطرة بفارغ الصبر. سلام. سلامات. بعتقد فيكي لازم يروح على النادي لأنه هو صار سمين كتير ولازم ينحف حاله شوي قبل العرس. صح؟ اسمعوني، حفلة الحنة والاحتفال رح يكونوا بعد يومين، لهيك رح حضر كل الترتيبات. لو سمحتوا حضروا قائمة الأغاني اللازمة للاحتفال، وكمان الكل لازم يرقص. شوريا، إجراءات الطلاق بتكون خالصة قبل العرس مو؟ ايه. ليش صاير جدي كتير؟ فيكي هاي النصيحة مني إلك، ما تهمل شغلك لأنك رح تتزوج، إيه؟ وإلا بيصير فيك مثل ما صار بحياتك العاطفية وممكن تخسر وظيفتك. لا تخاف أبداً، فيكي رح يدير باله على كل شيء. منشوف، رح نستنى ليتطور. بس شو صاير له شوريا؟ ليش عم يتصرف بطريقة سيئة؟ صحيح طول عمره شخص عصبي، بس هلأ تغير وصاير ما بينحمل أبدا. رجاءً ساعديني، رجاءً ساعديني مهيك. شوريا، شوريا، ليش عم يجيني نفس المنام؟ شوريا معي، شو يعني هذا المنام لك؟
ليش شوري عم يطلب مساعدتي؟ ليش هو عم يطلب مساعدتي؟ معقول يكون صاير شي معه وأنا ما بعرفه؟ ومعقول في شي ماني حاسة عليه؟ مدام، صار لازم نبلش بالاحتفال. ماشي. شوريا؟ شوريا تعال عندي شوي. أنا رح روح نادي له للبطل. بطل، الماما وستي زعلانين اتنيناتهم، ونحن منحبك كتير كتير. لو سمحت تعال احتفال كرمال ماما. بطل لو سمحت يلا تعال، انت بطلي أنا مو هيك؟ لو سمحت بطلي تعال معنا. شوريا تعال معنا ابني، هذا الاحتفال أول احتفال بعرس فيكي، بدنا اياك تكون معنا. ايه شوريا تعال. شوريا رجاء تعال. بطلي شوريا بترجاك. ماشي، حضروا للاحتفال، أنا بوقف على جنب. حطي من هيا بنتي هون. شوريا تعال هون من شان المراسم. ماما انت عمليها وأنا بعمل المراسم اللي بعدها. شوريا لا تخجلني. خير لهالعيلة. والسعادة. وبتمنى الهنا. شوريا. شوريا شوفي. شوريا. شوريا شوفي. شو صار لك؟ في شي ابني؟ اللي فيك شي، شو صار لك؟ شوريا شو صار؟ انجرحت شي ابني؟ ورجيني شوفي، خليني شوف شو صار. شوريا من الخير. شوريا شو صار؟ السلام. شوريا شوريا يا ابني لوين؟ ابني انت منيح؟ شوريا شو صار لي؟ على مهلك. استنى شوريا. شوريا شوريا اخي لك. هي احترقت. شو أمل؟ شوريا أخي شو الحل؟ عندي مشكلة، جهاز الصوت اللي بالقناع خرب، وهلأ ما فيني أحكي مثل شوريا أبدا. جيب لي جهاز جديد وتعال عندي على المطعم.
وكمان حتى قناعي احترق شوي، بدي قناع جديد فورا، رح دبر حالي هلا بها. بس يا أرمان ما عنا قناع وجهاز صوت جداد أبدا. ما بيهمني، استعجل دبرن. اسمعني أرمان حكى هلا بده قناع وجهاز صوت جداد، أنا رايح فورا وكمان دير بالك عليه، بدنا يا عايش، فهمتوا علي؟ عليه كتير، اخلع الباب فوري يا بطل، افتح الباب يلا. طيب بعده شوي بدي اخلعه. شوريا شوريا شوريا، شوريا شو صار؟ ليش تركت عكاستك؟ اللي شو صار؟ ليش عم تتصرف بغرابة؟ خليني شوف شو اللي صاير. إذا حكيت كلمة واحدة هلأ بدهم يعرفوا إني مو شوريا، لازم أطلع من هون فورا. شيل المنشفة فورا. شوريا شوريا لوين رايح يا ابني؟ ورجينا أنت كيف انجرحت، شيل إيدك. شوريا بلعنات، شيل المنشفة ورجينا. يا بطل ورجي الجرح لماما، هي فيها تساعدك بسهولة. يلا ورجيني رقبتك، أعطيني المنشفة، وين انجرحت؟ شوريا ورجيني بس أنت وين انجرحت يا ابني؟ لا نيف شو؟ معلش ماما، البطل معصب مني، هو ليش دفشني على الأرض هيك؟ لا حبيبي نيف، ما أنا معصب منك. شوريا مو من هذا النوع، هو طول عمره عنيد وراسه يابس، بس بعمره ما تصرف هيك، بعمره ما تصرف بهي الطريقة السيئة اللي شفتوها هلأ. ما بعرف ليش هيك صار شوريا، بس هو تجاوز كل حدوده اليوم. أختي بظن عم بيتصرف بغرابة لأنه حاسس بوجع كبير، بتمنى ما يكون متأذي ولهيك خبه. شو لازم نساوي؟ كيف فينا نساعد هيك شخص ما بده يفهم بالعقل ولا بالمنطق؟ ليش جابوني لهون؟ شو اللي خلاهم يخطفوني؟ انضربت على راسي وقت اتقاتلت مع هذاك الشخص وكان عم يغمى علي، بعتقد انه هدول العالم خطفوني وجابوني لهون. شو السبب؟ بعتقد لأنه أنا ومهيك خربنا مخططاته، بس بركي القصة غير هيك. هنن شو بدهم مني؟ مصاري؟ فدية؟ ولا عداوة قديمة؟ شو؟ مهيك خايفة علي، ماما، نيف،
وفيكي عم يدوروا علي هلا. أنا لازم أطلع من هون فورا. طلع خلي عينك عليه، انا رايح اجيب شي لناكل انا وياك. وين تليفوني؟ بظن انهم اخذوه. جيفان؟ عنا هون هدول المقلاية والمعلقتين، هن محروقين بس مالهم خربانين، بظن فينا نستخدمهم. اكيد منيح اللي استرجعنا شي بعد هالخراب اللي عملوا شوريا بعد ما خرب الدنيا هداك اليوم. رح شوف شو بلاقي لسه. شوريا شو عم يعمل هون؟ جيفان؟ شوريا شو عم يعمل هون؟ مو على أساس في احتفال ومراسم بالبيت هلأ؟ ايه؟ يعني أكيد في مشكلة، رح حاكي بخصوص الحفلة اللي رح نعملها نحن بكرة. يلا بشوفك. أه؟ سلام جيفان. اسمعني، احتفظ دائما بقناعين وجهازين صوت للاحتياط. حاضر أرمان. هالعيلة كلها سخافات عاطفية، عندهم القدرة لأي شيء، دائما بيحاولوا يتقربوا منا. شوريا افتح الباب. شوريا شوريا اسرع شوي، اجى حدا لهون. انت ليش حاطط شبك على شبابيك السيارة؟ شو انت مفكر حالك مسؤول يعني؟ افتح الباب، شو عم بيصير معك؟ افتح الباب. شوريا شوريا افتح الباب يلا. شوريا شوريا عمي شوفي، ليش عم تدق الباب هيك؟ عندي مكالمة ضرورية، انت ما رح تبطل تدق على الباب؟ شبك شوريا، ليش هيك عصبت انت؟ مين هذا الشخص اللي كان معك؟ انت شو دخلك؟ اللي شو اللي جابك لهون هلا؟ بصراحة هو ما في اي شيء مهم، بس شفت سيارتك واقفة هون فقلت بجي وبسلم عليك. عمي عرس نهال اليوم، فلا تزعجني بنوب، اليوم لازم ضل رايق، فهمت؟ ما تحاول انك تزعجني من هون ليخلص عرس الان سنيدي، اتفقنا؟
هذا شو عم بيصير معه؟ ليش متوتر كل هالقد؟ لك رافي، انت شو قلت لشوريا لحتى زعلته هيك؟ صدقني ما قلت له شيء ولا زعجته، بس شوريا هو اللي حكاني بطريقه كتير سيئه. اسمع اخي رافي، اكيد هو هلا بيكون معصب كتير من فيكي ومن عرسه، وبتصور كمان هو بيكون كتير هلا متضايق من عرس الانسه نيدي، لهيك بظن كان معصب ما في شيء. بس انا فهمان عليك منيح جيفان، بس شوريا بكل حياته ما حكى معي بهي الطريقه السيئه مثل هلا. كل شيء رح يكون منيح، اطمن، في عنا شغل كتير ولا يهمك، امشي. بنتي بين كل اثنين الا ما يصير مشاكل، وهالمشاكل هي يلي بتخليكم تكتشفوا قديش بتحبوا بعض. بعض الازواج ما بيتخانقوا ابدا، فبتضل حياتهم ممله كتير. لا خالتي، هي مو خناقات طبيعيه بنوب، في كره واضح كتير من وقت اللي نحن جبرناه انه يسمح بزواج نيهال وفيكي. ما عاد رجع مثل ما كان، ما انه مستعد يصدق انهم ما انجبروا على هذا الزواج، ما انه مستعد يصدق انه هنن بيحبوا بعضهم. وبيرجع لنفس الموضوع، عرس نيهال وفيكي، ولا مره شفت شوري اخلاقه ضيقه لهالدرجه. ما عم افهم هو ليش عم يتصرف بهالشكل الغريب هاد. ايه ارمان، قلي انت شو بدك؟ ايه ارمان، هذا هرب ارمان، هرب. شو؟ خلينا ندور عليه. يلا جيب السيارة بسرعة. ما هيك؟ طلعي اختي، بدي البس هيك على الحفلة تبعنا. ما هيك؟ شو عم بيصير؟ شكلك مشوشة. لا يا خالتي ولا شي، كل شي منيح. الو، ايه بابا، ماشي أنا جاي. بنتي مهيك، انسي كل يلي صار. خالتي القصة مو مشاني أنا بس، صارت القصة تصرفات شوريا الغريبة مع الناس كلها. اتصرف بطريقة كتير سيئة مع نيف اليوم، مو قدرانة أصدق يا خالتي، بس أنا مستحيل أقبل بهالتصرفات. بعرف إنه هو أخلاقه ضيقة، بس هالشي ما أنا مقبول، اتجاوز كل الحدود اليوم، كلياتنا بيهمنا وضعه يا خالتي، بس هو ولا هامه وعم يعمل اللي بده إياه بهالكم يوم اللي مرقوا. مهيك شو هاد؟ أنت بطلتي تحطي اللون الأحمر وتلبسي طوق العرس بسبب هاي الخناقات؟ مهيك قوليلي وين الطوق؟ رح ألبسه فورا. خالتي تعرفي شو بيقول شوريا بالعادة؟ شو؟ إنه ببين أكبر من عمري لما ألبس طوق الزواج وحط اللون الأحمر، ولازم ألبس ثياب عصرية مو تقليدية، وأعطي كل ثيابي القديمة لحدا محتاج، وغير نمط لبسي. أنا تقبلت كل أفكاره وعملت كل شي بيقلي عليه، بس إذا هو مو سألان ولا حتى بيهتم، ليش لحتى رد عليه وأعمل الشي اللي بيحبه؟ هلأ صار الوقت لحتى أعمل كل شي بحبه وكل اللي بدي إياه. حب البس صيغة العرس وحط اللون الأحمر كمان، وهيك رح أعمل. وإذا ما عجبه هذا الشيء وما حبه، في يروح يشوف له وحدة تانية. هي ما عم تعمل هالشي كرمالها، هي بس بدها تزعجه. خالتي
امشي يلا. وين بدك تروح؟ بارث هو اللي شالي تشانديني تشوك. بنتي خليكي هادية ولا تتخانقي معه، فهمتي؟ ماشي، باي. حبيبتي. وقف. شو سعرهم؟ لا ما عجبني ابدا. بدي هدول لو سمحت. ايوه هدول. الو، لا تاكل هم، انا اليوم رح اجي لعندك على الموعد. يلا خلينا نروح، يلا بسرعة، يلا خلينا نروح. يلا شكرا. يا شوري، ليش عم نتخانق انا وياك؟ انا كثير جاي، نحن كنا مفترقين، بدل ما نعوض عن اللي راح قاعدين عم نتخانق. لازم نلاقي حل لوضعنا شوري، لأنه أنا ما فيني أعيش بدونك أبدا. يا سلام، عن جد مجربتي هاي كتير حلوة. يلا امشوا بسرعة، يلا خلونا نمشي. يلا ماشي، تعال يلا خلونا نروح. يلا يلا يلا. مهيك وين راحت؟ هلأ كانت هون. يلا نروح، شو بكون واقفين هيك؟ خلينا شوي كمان، بس شوي. طيب ماشي، بس شوي. يلا شوف لي هدول الأطفال. يا عيني، يلا خلونا نروح بسرعة من هون. يلا تعالوا نمشي، ما بنطول، بس شوي كمان. خلص ماشي، يلا خلونا نروح. ايه ما رح نتأخر. يلا الحقوني. يلا ماشي، أكيد ما بنتأخر. أنا رح أروح. اطلع اطلع. تعي لأقول لك بنتي، منيح اللي شفتك هون. فيكي، أنا متأكد أنك رح تفهمني ورح تستوعب الكلام اللي رح قلك إياه. أنا هلأ جاي أعتذر منك وبكل صدق. لا 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 تعتذر، بترجاك. فيك تطلب شو ما بدك مني. اسمعني ابني. نهال بنتي الوحيدة، وهلأ رح تتزوج أنت وياها، وعن قريب رح صير جد لابنكن. يعني مسؤولياتك عم تزداد يوم بعد يوم. لهيك انت فكرت شي من قبل بمستقبلك انت ونهال؟ يا ترى خططت لأي شي؟ بعرف انك ممكن تستغرب هذا السؤال مني وليش عم بحكي هيك بهذا الوقت هلأ، بس نحن ما عنا وقت كتير منيح لحتى نحكي. انت لازم تخلي مرتك وابنك ببالك وتفكر بمستقبلك وبمستقبلهم كمان يا ابني. انت لازم يكون عندك شي خاص فيك انت لحالك. عمي، انا عم حاول اعمل هيك مشان امن مستقبل عيلتي. حياتك اللي عشتها من قبل هي خيارك لوحدك يا ابني. بس اللي شفته انه شوريا مو مبسوط ابدا. فيكي لازم تحاول تفهم اللي عم قلك اياه. انا قلقان على نهال. شوريا ومهيك هن بالنسبه لي جزء من عيلتي، بس نهال بتكون بنتي، وانت هلا صرت صهري. شوريا معه حق، انت لازم تكون قد حالك وتتعود تحمل مسؤوليه. هو عم يحكي هيك مشان مصلحتك. انا متفهم قلقك، بس حاسك شوي عم تبالغ. حط ببالك انه شوريا ما عنده شيء سيء تجاهي،
وهي المشاكل أكيد رح تمرق وتخلص كمان. طيب ماشي فيكي، أنت بتعرف مصلحتك، قلت لحالي لازم أحكي معكم عن هذا الموضوع لأني كنت خايف من هذا الشيء. بس خلي هالموضوع ببالك يا ابني. نهال هلأ صارت مسؤوليتك أنت، دير بالك عليها منيح. إيه؟ نهال بنتي، وأنت وعديني أنك تكوني جنبه لفيكي لو شو ما صار، وما تتركي كل حياتك. مين انت؟ قلي انا بكون انت. ما عرفت حالك يا شوريا كنا؟ كيف 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 ممكن يصير هالشي؟ كيف؟ شو مين انتو؟ شو اللي عم يصير هون؟ شو عم يصير؟ قلولي لك مين انتو؟ ردوا! انا شو عم ساوي هون؟ انا وين؟ انت مين؟ مين انت؟ سمعتك من اول مرة حكيت، لا تضل تعيد هالكلمة قدامي. شو صار؟ خايف؟ انت انصدمت شي وقت اللي شفتني؟ على كلين، السؤال عن شخصيتي هو سؤال مهم. أنا مو شوريا كنا، بس بصراحة بشبهك 100%. شوريا كنا وعايش ببيتك وعم ألبس ثيابك، وحتى مطعمك وايت تشيليز أنا اللي عم ديره حاليا، باكل كل شي بتاكله. أنا عم دير المطعم تبعك، بس أنا ماني شوريا كنا. لكن مين أنا؟ شوريا أنا عم اشتغل مكانك، بس وينو شوريا كنا؟ لكن أنت أنا. طيب شوريا كنا الحقيقي أي واحد؟ أنا مين بكون؟ بعترف إنه أنت في عندك حياة رائعة، ما عندك مشاكل، تاخد اللي بدك إياه بسهولة، طلباتك مجابة بسهولة فائقة، مثل ما بتحب، ما حدا عايش مثلك، ما في أي حدا. كل اللي كانوا حوالينا كانوا حريصين إنه ما تكون عنا هيك حياة أبداً، بس نحنا ما بدنا أي مطالب، لا منك أنت ولا من حدا. بدنا ناخد حقنا بطريقتي الخاصة، وبدي كمل هاي المهمة وأنا متنكر إني شوريا كنا. شو أنت شو عم تقول؟ إمتى بلشت هاي القصة يا شوريا؟ بلشت وقت وافقت إنك تزود هداك العرس بالأكل اللي المفروض إنه يتضيف فيه، وطبعاً هداك العرس كتير ناس رح يحضروه، ونحنا رح نقتلهم كلياتهم. خطتنا الأساسية فشلت من فترة كتير طويلة، ووقتها وقفناها، بس هالمرة هي ما رح نفشل أبداً. بدنا نوصل على هالعرس بمطعمك الخاص وايت تشيليز، وبسبب زوجتك الحبيبة مهيك أنا رح أتنكر مع فريقي على أساس إن عمال مطعم حتى نشارك بحفلة العرس، وبضربة واحدة نحن رح نقتل كل الموجودين فيه، وكل شي رح ينتهي، وانت بترجع على بيتك وأنا بغادر هذا المكان، وبوقتها انت رح تستمتع بين ايدين الشرطة. شوريا انت ما رح تعمل هيك شيء ابدا.
مو معقول. تأخرت كتير وحكيت كتير عن مهمتي، بتصدق؟ نسيت تماماً إني قلك اسمي. يعني بالنهاية أنت رح تشوف وشي اللي تحت هذا القناع، اتفقنا؟ أرمان، أرمان مالك هذا اسمي، تقدر تناديلي أرمان مالك من اليوم. انبسطت بشوفتك يا شوريا. أنا آسف نسيت أنك مربوط. لو أنت قدرت تهرب اليوم كنت رح أزعل أكثر مما بتتخيل، وكانت خطتنا فشلت. إذا رجعت عدت هالغلطة أنا رح دفعك ثمنها غالي، وقت أتأكد إني رح أعذب مرتك الحلوة. إني ضل ضابط حالي تجاهها كتير صعب، كل يوم بتحاول إنها تتقرب مني، مفكرتني زوجها. إذا لسه بتعمل شي كون متأكد شوريا إنه وقتها أنت رح تخليها لمرتك توقع بمشكلة كتير كبيرة وبتزعل كتير كمان. ليك ما هيك مرة عن جد كتير حلوة، هي إلك يا شوريا، هي كانت لك. رح أقتلك خلورة. ارجع. إذا بتحاول تقرب من مهك رح أحرقك وأنت عايش وما رح أرحمك أبدا. أنت مفكر حالك قوي مو هيك؟ أنت هلأ مربط لي إيدي كمان رجالك ماسكيني، مفكر فيك تقتلني؟ فكني يلا أنا بورجيك. أنت واحد جبان عم تستاوي علي، بعدو اتركوني. انتبه على كلامك. شو خفت من الحقيقة مو هيك؟ ها؟ لك أنت واحد جبان، يلا قاتلني لشوف. إذا أنت شجاع فأنا بتحداك، تعال ورجيني قوتك يلا. ما بتقدر تعمل هيك وعم تستخدم ناس أبرياء. شفت أنك جبان؟ أنت مفكر حالك شخص بريء مو هيك؟ بس أنت للأسف قتلت أولاد صغار، وكمان قتلت ناس ما قالن أي ذنب، وفوق كل هاد عم تتمسكن؟ لك أنت جبان؟ يلا فكني، أنا رح ورجيك، وكمان رح أعلمك درس ما تنساه بكل حياتك. رح تشوف مين هو شوريا كنا. بعدو اتركوني. اتركوه لشوف. مهك انت دقيتي لشوريا؟ صار لي ساعة عم جرب دق له بس تليفونه مسكر. انا فكرت انه شوريا هون معك. لا مهك، انا سألت المدير عنه بس قال لي انه اجى لهون وهو كان معصب وراح بدون ما يحكي شيء. طيب ارجع اتصل. يلا. ان الرقم المطلوب مغلق. مسكر تليفونه لساته مسكر. يا ترى لوين راح؟ ما بعرف شو اللي عم يصير مع شوريا، بس حاسة إنه في شي. فيكي ايه؟ خليك عم تجرب تتصل، في شي ما نوم ريحني. ايه؟ طيب ماشي. انت صرت حر، يلا تعا ورجيني قديش انت قوي. هلأ رح ورجيك. بعيد عنه، بعيد عنه. شو انتو خفتوا؟ خفتوا ما؟ خفتوا وقت شفتوا شو بقدر اعمل مو هيك؟ خلاص بعدوه. خليك مكانك سبات، لا تحرك. اتركوه لشوف. اه
أنا ليش ماني مرتاحة؟ يا أرمان وقف، هو رح يموت. حاجته هيك أرمان؟ تنقلوه على غرفة تانية من بكرة الصبح. أمرك. جيب لي المراية. حاضر. ما لازم يصير أغلاط، أنا ما رح أتهاون بأي تقصير. عم تفهموا شو عم أقول؟ ما بدنا أي تأخير. شوريا بحياته ما شاف مكالمتي وما رجع اتصل فيني. عن جد كتير قلقانة عليه. وينو شوريا؟ وشو اللي صاير؟ ما هيك؟ شوريا إجا. لا تتأخر علي. طيب ماشي، أنت لا تنسى كل الطلبات. مهيك شوفي أنت شو صاير لي؟ أنا كنت كتير خايفة شوريا، لأنه أنت رحت بسرعة من البيت وغطيت الحرق، مشان هيك خليتني أقلق كتير عليك. ورجيني وينه، خليني شوف. بس رقبتك ما فيها شي، خدش صغير. ليش؟ أنا إمتى انحرقت؟ الشباك، لما أنت حبست حالك بالحمام وغطيت الحرق، نحن فكرنا وقتها إنك انحرقت. إيه انحرقت وهو وجعني كتير بصراحة، كان شعور مزعج، منشان هيك رحت لعند الدكتور مباشرة وعطاني دواء وتحسنت. عم تكذب علي شوريا؟ لا مهيك، ما عم تصدقيني؟ نحن رجعنا لبعض بعد سنة كاملة يا شوريا، ما بدي أرجع بعد عنك أبداً. من دونك أنا عم كون كتير تعبانة، أنا بموت بدونك يا شوريا، بموت إذا منفترق مرة تانية. لو سمحت وعدني إنك ما تتركني بنوب. شو صار بالوجبة؟ شوريا ما بتصدق قديش نحن قلقنا وخفنا عليك. طولوا بالكم، أنا منيح. خوفكم ما إله داعي بنوب، ما في شيء تقلقوا عليه بصراحة. أستاذ الآن سنيد هي إجت، تفضلي. أهلين، شو هالمفاجأة؟ أهلين فيكي مهي. أهلا وسهلا، تفضلي لجو. لا شكرا، بصراحة بدي مساعدتك اليوم. هي بتكون رفيقتي، هي عندها حفلة وجابت الطباخ تبع الأكل من إيطاليا، بس مع الأسف طيارته التغت بسبب عاصفة صارت هني، ولنقدم أفضل الأطباق الإيطالية وبوقت قصير ما عندي ثقة إلا بمطعم وايت تشيليز تبعكم، مشان هيك إجيت لعندكم وبتمنى ما تخيبوا ثقتي. شكرا لثقتكم، نحن قلنا الشرف بجيتكم لعنا ومنحنا هالفرصة. شكرا، بس بدي أسأل إمتى الحفلة وقديش عدد المعزومين عليها؟ الحفلة بعد بكرة بتوقع 100 شخص. الحفلة بعد بكرة؟ 100 شخص؟ الموضوع صعب كتير. هو صعب بس منحله. أخي رح يشرف على ترتيبات الحفلة. فيكي بس شو اللي خلاه يغير رأيه فجأة هيك؟ شوفي يا نيهال، أنا جبت لك هاد إلك، رح يطلع عليك كتير حلو. اطلعي، وهدول رح يطلعوا كتير حلوين عليك.
لكن دائما حس انه هي البنت بدها حدا من عائلتنا. وهي وقعت فيكي. دولي اسكتي شوي. كارونا على مهلات تستعجلوا، انت قدمي لها الهدايا بعد الزواج، ولوقت ما تتزوج نحن المسؤولين عنها. هي بتضل بنتنا نحن. لشو هذا الحكي هلا؟ هي هدية من العريس وما بنقدر انه نرفضها. وكارونا كانت حابة كتير انه تقدمها الهدايا لنيهال، وكمان هي بكرة بتاخده معها بس تتزوج. ما كان هيك قصدي، يلي قصدته انه نحن كأهلة مسؤولين عن تأمين كل طلباتها لتتزوج. ايه معك حق كانتا، بس بنت اخونا ما هيك، هلأ هي صارت كنتهم وتعتبر جزء من عائلتهم. مهك وشوريا بيحترموا عائلتهم كتير، وهنن هلأ مسؤولين عن الشغل، وشوريا مسؤول عن الكل بهي العيلة كمان. وبهي الحالة إذا عرس بنتي نيهال ما كان آخد كل الاهتمام، وقتها ما رح تزعل وتحس بالإهانة يا ترى؟ بعدين نيهال هي بنتي الوحيدة، ومنعرف الظروف اللي أدت لهذا الزواج، بس رح تتزوج هلأ بالنهاية. ما لازم نعمل مراسم العرس بشكل مرتب؟ هي ما عندها الحق بهذا الشيء يعني؟ خلاص فهمت رافي، أنا غلطت وبطلب منك السماح. كنت عم أقول وجهة نظري وبس، أنت فهمتني غلط، لأنه نهال مثل بنتي. ست كارونا لو سمحتي أنا بس بدي أقول شغلة مهمة، وبتمنى أنك تفهميني كتير منيح شو بدي أقول. إيه طبعاً تفضل يا رافي. بتمنى أنك تعاملي بنتي مثل ما بتعاملي ميهك تماماً، والوضع المالي لأزواجهم هن التنتين ما يكون له تأثير على الشي اللي بينك وبين بنتي نهال مع الأيام. وأنا آسف لأني عم بفتح هذا الموضوع، بس بحكم أنه واحد منهم مو ابنك ورح انزعج كتير إذا بصير أي تمييز ضد بنتي نهال. وحابب أقول لك كمان إنه بتمنى نهال تحصل على اللي حصلت عليه مهك بعرسها. عم بطلب هذا الشيء منك. اسمعني هلأ، أنا يلي عم انتبه على العيلة كلها من سنين وكبرتهم بدون ما ميز أي حدا عن التاني، وإذا بدك الحقيقة شوريا مو ابني ولا حتى فيكي، بس بعاملهم مثل ولادي تماماً، مثل ما رح يكونوا كنايني، غاليين علي كتير. ممتاز، شوريا ومهك رح يجيبوا مصاري للعيلة، وفيكي ونيهال بيصرفوهم وبيعيشوا حياتهم. خطة حلوة. يا كل شي يا ولا شي، أنا هذا مبدئي. شوريا أنت تسرعت ووافقت على هالطلبية الكبيرة بدون ما تفكر فيها حتى، أنا اللي رح أطبخ، كان لازم تستشيرني بالأول. وفيكي ليش خليته هو المسؤول؟ شو عم تعملي عرض كوميدي يعني؟ صار لك 3 أيام وأنت عم تنقي علي منشان سلم فيكي المسؤوليات، وهلأ عم أعطيها الفرصة، ليش عم تعترضي لكان؟ شوريا كتير صعب إنك تأمن الأكل لهيك حفلة كتير كبيرة، وما أعطيت فيكي فرصة عادلة بهذا الموقف، وفوق رح يتزوج، مراسم قبل الزواج بكرة، والزواج رح يكون باليوم اللي بعده، كيف رح يوفق بين كل هالقصص هاي؟ ماشي، انتو قرروا شو اللي لازم ينعمل، لأني كنت واضح، هاي الطريقة ليكسب فيكي ثقتي، رح أعرف كيف رح يتصرف، وكيف ممكن يثبت كفاءته تحت الضغط. مهك، ما تقلقي، ما عندي كتير شغلات أعملها، أنا كرمال العرس رح إجي على الوقت ورح يكون كل شيء والمراسم جاهزة عادي. هذا هو الحكي اللي بحب أسمعه منك. شو هالحدث الحلو؟ إجتني هلأ الفرصة الحلوة لحالة، مستحيل يقدر فيكي يوفق بين مراسم العرس ومشاغل المطعم، وباللحظة اللي رح يفشل فيها رح أطرده من هالمشروع واستبدله بناس بوثق فيهم ليساعدوني.
استعدي، رح تنضمي لي بهاليومين. كنت ناطرة هالفرصة بفارغ الصبر. الشخص السيء غير من شكله للملك اللي عايش بقصره، وصار ما بقى بيشبه حاله، وصار حدا مختلف، ومشي شوي شوي على غرفة الأميرة اللي بيحبها هو، وفتح باب غرفة الأميرة على مهله مشان ما حدا ينتبه عليه بنوب. نيف، شو صار لك؟ شو حلو، عن جد انت جبت لي هذا المسدس لإلي؟ ايه طبعا، انت الوحيد هون اللي بيقدر يستعمله. كمان بهذا المسدس نيف رح يحمي كل أفراد العيلة وقت أنا ما بكون موجود، وبيجي واحد سيء فنيف رح يلقم المسدس ويسحب الزناد ورح يقوص على كل أعدائه. طا 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 طا. بكل بساطة خد. رح أنقذ الكل بهذا المسدس. طا طا طا. ماما أنا رح روح خلي الكل يشوفوا مسدسي الجديد. طا طا طا. شوريا، قدرت تراضي نيف بهالهدية الحلوة، هو ما بقى زعلان، بس إنه مسدس كان فيك تجيب له شي تاني، لأنه أنا ما بحب يلعب بهالألعاب هي. عم تقولي هيك لأنه ما بدك تتقبلي الواقع معك. في أطفال تانيين وضعهم كتير سيء ومسدساتهم حقيقية، بعدين هذا لعبة مو أكتر. ليش هيك عم تزوديها؟ الأولاد بيحبوا يلعبوا بالمسدسات، والبنات إلهم كمان اهتمامات تانية. يمكن أنا عم زيد عن جد. يلا تعال كول، يلا خلصنا كول، تعال كول بقى. ما بدك؟ بسيطة. ايه ارمان، هذا ما عم يرضى ياكل. طعميه اجباري عنه، حاول الطعميه بالانبوب اذا استدعى الامر. مين هذا اللي مهتم باكله هالقد؟ مين هذا العنيد يلي انت ناوي تجبره على الاكل ولو حتى كان بهالطريقه هاي؟ وبعدين شو صار بصوتك؟ ما عم صدق، هلا خلصت بطارية جهاز الصوت. ألو مهيك، هاد رافي معصب ومدري شو صاير له، بصراحة كنت مصدومة من حكيه. وكان سيء معها لكارونا. إذا في مشاكل بالعيلة بنبقى بنحلها بيناتنا، غلط إنه ما اهتم للموجودة. تصرف عمي رافي من باب الاهتمام وبس، هو بيكون متوتر كمان، يمكن قال شغلات ما كانت تنقال، بس عادي. ايه معك حق، بظن انه متوتر بسبب تجهيزات العرس. ايه خالتي، هلأ روحي وارتاحي شوي وبعدين منحكي. ماشي بنتي. وهلأ خبرني، مين هذا الشخص اللي ما عم يرضى ياكل؟ عم يقولولي انه ماندار ما عم ياكل، وأنا عم راقبه من شان ما يزعج نيف بنوب. هاي القصة. مخطط منيح مشان مستقبل مو هيك؟ أنا شوريا كنا. شوفي، عم اشتغل كتير ومع هيك أنا ما عندي وقت لحالي بنوب مهيك. عن جد كتير منيح، هي وعم تحكي مع خالتها غيرت بطارية الجهاز بسرعة، وهلأ رجع صوتي مثل صوت شوريا كنا فورا.
وراح شوف هلا كيف راح يرفض ياكل. شوف هاي. شو راح تاكل هلا؟ او بدك تضل تشوف هيك صور؟ قول لهذا السخيف يبعد عن مهك فورا. رح اعمل مثل ما بدك، بس قول له يبعد عن مهك فورا. مرحبا سيدي. سهلا، تفضل. يلا استعجلوا شوي. ليش هذا المؤمنين من هون؟ اهلا وسهلا فيكم كلكم. يلا تفضلوا تفضلوا. مرحبا. اهلين بنتي نيهان. مرحبا. مرحبا. تفضل جيفان. شكرا. اهلا وسهلا. واجبنا ولكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا كلكم. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا فيكي. ما احلاهم. عن جد. ايش صار هون هلا؟ ياي! اهلين يا حبيبي. شوفي ما احلاها لي حبيبي. كرونا بس وين العريس؟ نحن لسه ما شفنا. بصراحة هو راح على المطعم. في أمور لازم يخلصها هنيك. بس رح يرجع فورا. اسمعي، المكونات لازم تكون أصلية، اتفقنا؟ وتأكدي إذا كل المكونات موجودة. أكيد أستاذ. عفواً نهال، رح أجي بس خلص شغل، في عندي طلبية مهمة. بس صار موعد مراسم الحفلة. حبيبتي اهدي، لأنه هالشي كتير مهم مشان نخلي حياتنا أفضل. أول ما خلص شغل رح أجي لعندك، اتفقنا؟ نهال. اي بابا، انا كنت نازله بعد شوي. كنتي عم تحكي مع فيكي ما هيك؟ واكيد مشغول. اي بابا، هو لسه بالمطعم. ايوه، انا مشان هذا السبب حكيت معكم على انفراد. عرفت انه هذا الشيء رح يصير. هذا موعد مراسم الحفله، وبدل ما يحتفل مع عيلته ويكون عم يشوف التجهيزات، هلا العريس عم يشتغل بالمطعم لهذا الوقت. يبدو انه شوريا مستغل فيكي زياده عن اللزوم. اسمعيني هال، انت هلا لازم تحكي معه لفيكي وتخبريه انه هو ما بيقدر انه يضل تحت جناحه لشوريا هيك للعمر. لكن معقول ما بيقدر ياخذ يوم استراحه لحتى يحضر مراسم ما قبل الزواج ويوقف جنبك بهيك يوم؟ لك صح انه شوريا ومهيك جزء من هالعيله، بس انا هلا قلقان كثير عليكي وعلى فيكي يا بنتي. ما بدي اياك تبكي. خلص صلحي مكياجك وانزلي لتحت، لا تتأخري. يلا خالتي، خليتيني البس عد كتير تقيل، هذا مو عرسي انا. بس حلو عليكي. مو معقول انا اخذت هالعقد وما هيك لابسه عقد تقيل. اختي، اليوم عنا المراسم وانتي خليتي فيكي يشرف على كل شي بالمطعم ولسه ما اجا لهلا. انا واثقة انه رح يوصل. خلص بشوف شو صاير، رح روح هلا. انتي لا تقلقي. شوريا، رجاء احكي مع فيكي لانه الكل مزعوجين، وخاصة نيهال. هي اتصلت بفيكي بس هو كتير مشغول وما رضي انه يجي. بترجاك بس تخليه يجي، وإلا هو رح يتأخر على المراسم كلياتها. بس إذا بيجي فيكي هلأ، مين رح يستلم الحفلة لمية شخص؟ شوريا، أنا مو هون لحتى ناقشك بهالقصة، لأنه فيكي ضروري كتير يحضر المراسم، ما عندي غير هالحكي. خلاص ماشي، رح أعمل اللي بدك يا أنت، بس تذكر يا مهك، إذا بيخرب أي شي بهي الحفلة فوقتها أنتوا الاثنين رح تكونوا المسؤولين الوحيدين عنه. ايه فيكي، ارجع على البيت فورا، الكل ناطرينك هون. ليكو هو جاي. وانت لازم تجهز حالك لانه الضيوف رح يوصلوا عن قريب. ماشي.
وهلأ رح بعد فيكي عن المشروع وبكون قربت خطوة من النجاح بمهامتي. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. خليكن معي وانتبهوا علي منيح، رح نبدأ هلأ بمراسم ما قبل الزواج، وأصغر فرد بالعيلة عنا رح يقدم لنا هلأ أحلى رقصة. الحفلة كتير حلوة، أنا كتير حبيت هذا العقد. شكراً. بس وين الشوريا يا مهي؟ بشي مكان هون، انبسطوا بالحفلة. شوريا؟ شوريا؟ شوريا، انت ليش لابس هيك؟ شوريا، شوريا انت ليش هربت بس شفتني؟ انا عم احكي معك. شوريا انت شو اللي عم تعمله هلا؟ يلا جاوبني، اطلع فيني عم حاكيك. شوريا سلوكك هالكم يوم غريب كتير، انت على شو عم تخطط؟ ليش ساكت كمان؟ شو هالتياب اللي لابسها؟ انت صاير لك شي يعني؟ انت بتضلي تتدخلي وتخربيلي مخططاتي. انت كتير حشرية مهيك وما في عندي خيار تاني، يعني صار لازم اتعامل مع هذا الوضع بقى.
انت شو عم تعمل؟ مغرور، ممل، بيحب الشغل. هالصفات هي الصفات اللي بتقوليها عني. مفكرة اني ما بعرف وبخاف اني انهزم، صح؟ انا حبيبك وانت حبيبتي. شو؟ انت شو اللي عم تقوله؟ مفكرتيني ما بعرف ارقص، بس اليوم انا رح ارقص. الليلي مو مبين انيق بهالتياب هدول. هذا هو السائق. رح تروح على وايت تشيليز. انت يلي رح توصل الاكل على وايت تشيليز. حاضر، رح اقدم لكم هلا رقصة، وهالرقصة انا تدربت عليها بالسر، وهي هدية لزوجتي مهك. بحس بشعور حلو وقت بشوفكم. وبالرغم من كل المشاكل ضلينا واقفين جنب بعض، وأثبتنا أنه نحن مشاكلنا وحدة. واللي خلاني يكون قوي هو زوجتي مهك. فيكي ونهال تعالوا. إيه؟ انا زودتها اليوم وقلي كم يوم عم اعصب على فيكي، ومن شان هذا الشيء نهال بلشت انه تكرهني وتتضايق مني. بس صدقوني يا جماعه، انا بتمنى لكم الافضل. انا قلقان عليكم وقلقان كيف رح تدبروا اموركم، لهيك هذا الشيء كتير عم يزعجني. وبالنظر لجهود فيكي انا واثق بانه هو رح يقدر يثبت حاله كتير منيح. انا متفائل انه رح يقدر يحقق كل توقعاتي. فيكي أنا بتمنى لكم التوفيق من جوات قلبي. شكرا. مهك، أنا بس بدي أقول لك شوريا إني اشتقت لهذا الجانب من شخصيتك. الجانب اللي بتهتم فيه بالناس. أديت كمان رقصة مفاجئة قدامهم. أنت صح مغرور وعصبي كتير، بس قلبك كتير طيب. ولهيك عم فكر أقدم لك مفاجأة، وهالمفاجأة هي أني أسعدك وأنت رح تحبها كتير ورح تشكرني عليها. مهيك بس مهيك، الكل تحت رح يجوا يدوروا علينا هلأ. بس أنا هلأ بالغرفة مع زوجي، ولهالسبب مو مهتمة بتفكير الناس. يفكروا شو ما بدهم عادي، مو مهم.
مهيك وهلأ بلكي وقع القناع عن وشي فجأة، وقت خطتي رح تتدمر. مهيك طفت مش الحال. مهيك خلص ما في داعي انه تخافي، هو كان حريق صغير. بنتي خلص ان انطفوها، بس كيف صارت؟ كيف صار هيك؟ مين كان السبب؟ اكيد هالشي ما كان مقصود. ماما انت منيحة ولا انحرقتي بالنار؟ لا لا نيف، كل شي تمام، هو كان حادث صغير بس. مهيك ما في داعي تقلقي وتخافي، رح خبر الكل انه الحفلة خلصت. لا فيكي لا تعمل هيك، الناس كلها مبسوطين هون. لا ما هيك، لا اللي عم يحكي فيكي صح، انبسطنا وحاجتنا. فيكي قول للشباب انهم يوقفوا الاغاني هلا وقدم العشاء للمعزيم. يلا رح جيب العشاء لهون، انت لا تقلقي. لا خالتي ما في، انا اخذت القرار، انتوا ارتاحوا هلا. انت خايفه كثير ولازم هلا ترتاحي شوي بنتي. يلا تفضل، يلا بسرعه يا جماعه، يلا تفضلوا. يلا 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 ارتاحي شوي بنتي. واجهت موقفين خطيرين بهاليوم، المهمه عم تتعقد كثير يوم عن يوم. لو قربت مهيك مني قناعي كان رح يخرب وتعرف هويتي. لازم بدل فيكي بأسرع وقت، مع مساعدتي يلي بوثق فيها صار وقت. ناليني تجي وتساعدني. جهز كل الأمور منشان بكرة الصبح، بدي منك شغلة مهمة كتير. ايه بأمرك يا معلم، أنا رح جهز كل شي منشانك. طلبوا إنه يوقفوا الموسيقى والأكل طلع لنص غرفة مهيك، والكل اجتمع حواليها وعم يحاولوا إنه يهدوها. بس شو صار يا أمي؟ المفروض هاي حفلتي، بس مهيك أخذت كل الأضواء مثل العادة، وين ما رحت هيك بصير. مهيك شعر ما بتسرق الأضواء من وقت كنت صغيرة والوضع هيك، بس أنا فكرت حياتي رح تتغير بعد الزواج. بس لا يا أمي، ما في شي رح يتغير. أمي أنا مو حلوة مثل مهيك، ولا فيني يكون مضحية بحياتي مثل هي. هن نزعوا لي مزاجي بهذا اليوم. أمي ليك حاسة إنه يوم عرسي هن رح يعيدوا نفس هاي الدراما يلي صارت بمراسم قبل الزواج. سونا أهلين. سونا أهلين. أهلين يا روح يا قلبي. نهال شو هاد؟ مبينة مثل القمر، كيفك؟ بس وين أمو هيت؟ إيه ليش ما إجا؟ شو بدي أقلك يا خالتي، وقت كنا جايين لهون اضطر موهيتي يروح على المكتب فورا، عنده شغل. ما في مشكلة، تعالي معي هلا، في عنا شغل كتير. يلا امشوا. يلا يلا. شو هاد؟ ليش هيك رحت؟ يعني لازم كل مرة خلي مهيك تتصل فيك كرمال هالمراسم؟ خالتي انا رح اجي بس نقدم الاكل ماشي؟ شو هالمكونات؟ ارفع لك فوق. شوفي هاد اكليل الزهر مو كتير حلو، شو رأيك؟ ايه انا بظن هيك كتير رح يطلعوا حلوين. شوفي امي
حدا ما في اي شيء بس مشان فيكي ما عم يرد على اتصالاتي مره ثانيه. شوفي العروس ليش مو مهتم بهالمراسم؟ اذا بيوصل الحلو وقت اكيد رح تبدا المراسم يا امي، بس هو مشغول والكل هون ناطره لحتى يجي. لو هالمراسم كانت لمهك وشوريا صدقيني فيكي كان فضح حاله اجباري عنه، كان قال شو صار وليش لهلا ما بلشت هالمراسم؟ نهال ايوه بسرعه. مرحبا فيكي، لازم تيجي لهون خلال 20 دقيقه والا رح ازعل منك. ها مهيك مطول فيكي ليوصل؟ مهيك شوريا كنا فيكي رح يضل بالبيت لفترات طويله، انا عم حضر لكم فخ مرتب. خالتي هو عم يراقب نقل الاكل. ما في تقصير باي شيء، كثير منيح وبدي كل شيء يروح لهنيك بأقصى سرعة. ايه اكيد طبعا كل شيء لازم يكون تمام. منيح خلاص. بتعرف وين مكان التوصيل؟ انا مو شايفك قبل هالمرة. صح، لانه خلال موسم الاعراس السائق الثاني بينشغل وانا هلا محله. ماشي، هاي الطلبية مهمة كتير، اتفقنا؟ سوق على مهلك، وإذا صارت أي مشكلة حاكيني فورا. حاضر أستاذ. أنت معك رقمي ولا لا؟ إيه معي يا أستاذ. منيح، روح. يلا خلونا نستعجل. يلا هيك منيح؟ تمام. شو هاد؟ ايه مهيك انا على الطريق. ماشي اسمعني. انا شوريا كنا وفي مجموعة خطفتني هلا وانا محبوس بالمستودع. جيل هالأيام صاير كتير عنيد، اتصلنا أكتر من مرة معه. إيه أستاذ، أنا خلطت الأكل النباتي باللي مو نباتي. ما هيك، ما بقى مهم شو رح تعملي أنتي، لأنه رح بدل فيكي بمساعدتي هلا وقريبا جدا رح نفذ مهمتي الأساسية. مع السلامة فيكي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.